طريقة إدخال صورة إلى برنامج الأوتوكاد. أول حاجة بروح لقائمة Insert Attach وأدور على الصورة اللي أنا عايز أدخلها في قلب البرنامج، ولكن الصورة ديت وأقول له إيه Open، بيجيب لي بريفيو للصورة وبيقول لي هل أنت عايز لما يسيف الصورة في قلب الأوتوكاد هل يحتفظ بالمسار كله ولا نو باص ولا ريلاتيف باص. تمام، يعني هو مثلا لما يجي يدور على الصورة هيدور عليها في السي في الما دوكومنت ولا نو باص، هتحط انت الصورة جنب الملف الاوتوكاد على طول، ولا ريلاتيف هشوف ايه المسار اللي مختلف واحتفظ بيه، والمسار المشترك لو هما الاتنين على فولدر في الدي هيلغي الدي ويخلي المسار المشترك بينهم. هل هنا انت عايز تحدد انت الاكس والواي والزد تكتبهم، ولا تعلم هنا وانت تدخلهم مانوال بالماوس، ولا الاكس وواي دول كويسين، والسكيل عايز تضرب في سكيل ولا مش عايز تضرب في سكيل، والزاوية الروتيشن ممكن تحدد انجل زي ما انت عايز. اقول له اوكي، الصورة تظهر من عندي هنا، ممكن ادوس بالماوس على الزرار اللي في النص يعمل لي زوم او زوم اكستنت، اي طريقة ممكن بيهم تعمل لي زوم اكستنت بحيث ان انا ابقى شايف الصورة بتاعت الاوتوكاد وابدأ انا ارسم على نفس الاماكن ديت. يعني هبدا اقول له لاين وابدا اشوف امشي انا على نفس الاماكن بحيث ان انا ارسم الصوره زي ما انا عايز بالطريقه ديت.